سبحان الله، هذا ثور اسمه ثور الياك، يعيش في التبت وعلى مرتفعات عالية، ويعتبر من أهم الحيوانات في هذيك المناطق وهذيك القرى بالتبت. طبعا غير شكله الجمالي، هذا اللي قدامكم مرتبينه عدل. هذا هو ثور الياك في التبت. شو اللي يميزه؟ أولا إنه يتحمل البرودة العالية ويعيش فوق الجبال، وأهم من هذا كله إنه يعتبر أهم وسيلة نقل في جبال الهيمالايا بالتبت. يصعد الجبال وينزل الجبال ويتحمل الطرقات الصعبة. لو تلاحظون النزول في منطقة حجرية مثل هذه أمر ما هو سهل على أي حيوان تحمل عليه أو حيوان تروضه، لكن الثور هذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني معطيه قدرة على المشي في هذه الأماكن سواء صعود أو نزول، فيستخدمونه يحملون عليه الأغراض. سبحان الله، قادر إنه يعيش في مناطق مرتفعة جدا. المناطق هذه ترتفع تقريبا 5 كيلو، 5000 متر عن سطح البحر، وقادر إنه يتحمل يعني يتحمل المشقة هذه إنه يحملون عليه طبعا حتى سلندرات الغاز، ويصعد وينزل الطرق الوعرة. سبحان اللي خلقه وحطه في مكان أهل المنطقة نفسهم يحتاجونه.